لا 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 شكرا جدا جدا للشباب على الدعم اللي بتقدموه في الفترة الأخيرة، شكرا لكم جدا على الحاجات الحلوة اللي انتوا بتقدموها والمشاهدات واللايكات، والله العظيم انتوا مش متخيلين اللايك ده بيسعدني قد ايه، فيلا حط لايك على طول واشترك في قناة مش مشترك، وعايزين نوصل ل 5000 مشترك في أسرع وقت ممكن وقبل نهاية شهر رمضان الكريم بإذن الله نقدر، أنا عارف إن انتوا تقدروا بإذن الله نوصل الفيديو ده كمان ل 200 لايك، يلا يا شباب نقدر معاكم، مفيش حاجة مستحيلة مع ربنا طبعا قبل كل حاجة، فيلا بينا على طول. طبعا كل اسطوره في بيس 2013 السلسله اللي انتوا بتحبوها جدا، فيلا يا شباب على طول، انا طبعا بلعب مهاجم تاكسي 64 زي ما انتوا شايفين، طبعا الحلقه اللي فاتت قدمنا مستوى اسطوري اسطوري اسطوري، قدمت مباراه للتاريخ امام بنفيكا، لو مش شفتهاش روح شوفها، فاتك كتير فاتك كتير جدا جدا، وباذن الله هنقدم مباراه تاريخيه واسطوريه امام بورتو اللي علينا المفروض، ممكن مباراه تدريبيه ما لعبتهاش، كسبنا 1-0 حلو حلو جميل، لو شايفين المدير الفني بيعتمد عليا بشكل اساسي، بلعب مهاجم اول مهاجم تاني بيعتمد عليها بشكل اساسي وريحني كمان، فعندنا 3 مباريات وهم ولا مباراه 4 مباريات بورتو سبورتنج موجودين فيهم، مش عارف العب سبورتنج ولا ايه ولا خلال الحلقه الجايه مش عارف اوكي يلا يا شباب دي طاقاتي الرسميه، يلا اوكي بلعب مهاجم حلو جميل، بلعب راس حربه، الفريق ده في المركز ال 13، اقول لك على حاجه نعمل اسكت نعمل سكيب لغايه مباراه بورتو باذن الله، لا لغايه مباراه بورتو بنكسب 1-0 جميل جميل الكلام جدا، احنا متصدرين الدوري متصدرين الدوري البرتغالي اوكي بورتو يلا 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 باذن الله، المركز الثاني بورتو بينافس علينا، لا الله مش مستعد اول اللقاء ايه انا زي ما شاركتش في المباراه دي، طب انا زي ما شاركتش يا شباب انا زي ما شاركتش ايه ليه طيب ليه الغدر؟ ما انا كنت بلعب اساسي معاك انا عشان عملت سكيب المباراه يعني ولا ايه مش فاهم، يا الله والله غدر والله غدر يا مدير فني يا غدار مش موجود انا مش موجود اتفضلوا بقى العبل بقى هو انا مش موجود في اللقاء انزل احتياطي لا مش هلعب احتياطي بهزر يا عم كسبنا 2-1 بس بيهزر يا عم هو اهم مباراه في الدوري امام بورتو خلاص بورتو كده شاركت خلاص اوكي سبورتنج لشبونه في الكاس يا مساح برضه قائمه البدلاء انا كنت اسطورتك وجاب 5 اهداف في مباراه واحده امام بنفيكا يا الله القرف ده بقى ماشي برتغال كاس البرتغال امام سبورتنج لشبونه نلعب امام رونالدينيو يا شباب ماشي لبسنا الاول طبيعي يلا 1-0 يلا على طول الثاني يلا اوكي الشوط الاول بينتهي يا مسهل ننزل الشوط الثاني متشكر يا عم المدير الفني ايوه اخيرا ابو لامين بينزل يلا يا مسهل رونالدينيو طلع ليه يا رونالدينيو بس ما زلنا في الدقيقه كام طب انا هعمل ايه في الدقيقه يعني هعمل ايه في الدقيقه 80 ولا 70 اوكي بيصفر الحكم يقول انا تفوق سبورتنج لشبونه لو فضل على كده المدير الفني انا همشي انا كده همشي بس يعني ايه عايزين نتطوع شويه بس اخيرا تشكيله اساسيه اخيرا هنلعب في التشكيله يلا فريق في المركز التاسع اي حاجه المهم ان احنا نلعب في التشكيله الاساسيه يلا بينا على طول يلا هي ابو نبيل يا الله كان لسه هي حلوه حط يا الله والله رهيبه حلوه يا رون ايه رن اديني تو يا اناني يا اناني جات لي برضه وجبت جول يا اناني عشان انت اناني وجبت الجول الاول على طول يلا يا شباب ابو نبيل بقى هداف خلاص يلا يا ولد عايز اغير قصه شعر عاش يلا يا ابو نبيل نزلنا بص الكره اديني التو على طول اديني التو يلا لكن ماشي الحمد لله هي الغلطة وهي الحطة استنيته لغاية لما يغلط ويسجل التاني اسكت يا مدير الفني بتاعنا اسكت شوف هنا الضغط العالي من بداية الشوط بيباصي بيغلط وهنا خلاص انتهى الحوار والانهاء بقى جميل يا نبيل حطها له في الزاوية جول 2-0 لابو نبيل بيثبت ان انا جامد هي فنتاتك وحرك ماشي معلش حلو انا زودت باور شويه جا هيدر واحده هيدر ماشي ما جاش هو الثالث هو الهاتريك الهاتريك بعد غياب وعوده الهاتريك يا ابو نبيل
وبيقول لهم شايف، بيقول له شايف، بيتريق على المدير الفني بيعمل له كده. هو شوف شوف شوف، جري بس، هات الكوره هات الكوره سيبها، هات الكوره سيبها، شوف 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 في الهربه، وبوم حطها في اخر الزاويه، جمله المعتاده ونبيل بيسجل. يستمر ابداعه. خلينا نشوف هدافي البطوله. انا اتوقع ان انا الاول، يعني اتوقع لازم ابقى الاول يعني بعد كل ده، خمسه ولا 10 اهداف تقريبا. ودي الهربه بقى الرباعيه يا انا يا ابن ال... مش عايز يبص، مش عايز يبص، مش عايز يباصي، بص بص مش عايز يباصي، لو ها ايه مش هيباصي. لسه هاخد كارت اصفر، لكن الحمد لله حكم صفر في توقيت ممتاز. مان اوف ذا ماتش كالعاده ابو نبيل، كان المركز الثاني، فارق 3 نقاط بيننا وبين بورتو الماتش اللي هم شاركوا عننا بيه. فا اوكي اوكي جالي عرض تمديد عرض، اوكي عندنا مباراه اللي بقى ماشي، مباراه تدريبيه ما لعبتش، بيريحني بيريحني، انا مرهق بس. اوكي المباراه دي اتوقع هيلعبني، المباراه دي لازم يلعب. اوكي يعني في التشكيله الاساسيه يا شباب، مركز السابع الفريق ده، ف ليتس جو على طول. نسيت اغير قصه الشعر بقى يا نبيل. ماشي حلو حلو حلو، بس زيت البهيت مش احسن حاجه لكن حلو. بس الحمد لله كده تدخل هجمه خطيره، لكن الحمد لله حلوه. قول له العب هنا يا الله، ماشي هو لعبها بس المدافع شالها. يلا يا ابو نبيل، يلا يا ابو نبيل، يلا يا ابو نبيل، ضعيفه بس حلوه، ضعيفه ضعيفه شويه. ماشي ماشي، دفاع دفاع. يلا يا نبيل، قول له جميله 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 والله خطيره. ماشي ماشي ماشي، العب هنا العب هنا العب هنا العب باص. وانا ليه بسيبها؟ ليه بهرب؟ يا اسطى انا داخل على الكوره يا اسطى، في ايه؟ هو ده يا الله على الدفاع. نزلت نزلت معايا، نزلت معايا، في ايه طيب؟ في ايه طيب؟ ايه يا نبيل مالك النهارده؟ يلا نبيل، يلا نبيل، عيال عيال تقيله، حلوه جميله. هي يا فيش مساحه، فيش مفيش مساحه، مفيش مساحه عندي، مفيش مساحه عندي. هي هي الهربه، هي الهربه، مفيش مفيش هربه، مفيش. يا الله يا جدعان، في يا جدعان الحارس ده ماله والدفاع ماله يا جدعان، والله المباراه صعبه، اصعب مباراه لعبتها لغايه دلوقتي. اوكي مباراه الانتقام باذن الله من سبورتنج لشبونه. يلا سبورتنج، يلا سبورتنج، انا بلعب اساسي، يلا بينا نكسكو على طول باذن الله. انا مش هرحمكم، انتوا استفرقتوا بالفريق عشان انا ما لعبتش اساسي ولا حتى احتياطي، لكن الكلام ده هيتغير باذن الله في لقاء النهارده. يلا بينا امام سبورتنج لشبونه، ابو نبيل لازم يثبت ان هو جامد جدا. يلا يلا، لا 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 هي. يا الله المدافعين، تاني تاني، هي يا نبيل، جميلة 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 جميلة. روح يا ولا يا ولا يا ولا، على اسيست، اسيست مين، اسيست مين بالله عليك، وديني 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 وديني. يا الله يا نبيل، حط كتفك، حط كتف واحد، حط حط انت يا نبيل، هو الاولى، هي الاولى، الانتقام السريع من سبورتنج لشبونه، هي الاولى، هي يا نبيل الاولى. ما تديلوش مساحه، ده ما تديلوش مساحه. شوف ابو نبيل، شوف يقول التحكم في الكوره، بيلف بيلف ويدور، بيلف ويدور لحد ما يلاقي الزاويه وفتح الجول. اه نفس الجمله، نفس الجمله، لا لا حبيت احطها له، لا 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 لا، بس الحمد لله مدافعنا يا ده، عدم مدافعنا يا يا ولد. يا الله كان بقول عالي يا جدع، العب بس بس، دي بتاعتي دي بتاعتي. يا الله التسديده باليسار، واستر يا سطار، لا حذاري حذاري، ما يجيبوش الجول ما يجيبوش الجول ما يجيبوش جول ما يجيبوش جول، بس 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 بس. يلا نبيل بنفس السكور، بنفس الواحد صفر، بس بنفس السكور، ابو نبيل بيقهر سبورتنج
في الدوري. انا في زماتش كالعاده ابو نبيل يا شباب. اوكي 3 نقط فرق بيننا وبين بورتو لغايه دلوقتي. بس شباب اتمنى كل فيديو كنتوا استمتعتوا بيه، زر اللايك وشير واشتركوا. محمد نبيل، تامن الله اشوفكم على خير في حلقه جديده.